شايف يا عزيز اللي هناك ده؟ مين بقى ده هناك ده؟ هو ده قصر الزرازير. بقى ألف سلامة يا عزيز. تعال. اتأخرت كده ليه؟ مش عارف كده. يلا بينا. ايه الناس اللي بتجري دي؟ أنا على استعداد لارتكاب أي جريمة في سبيل الوطن. لازم نكون بالعقل الراجح عشان نعرف ندي آراء سديدة للمتطوعين. الملك فقد صوابه والإنجليز الملاعين بيلعبوا بيه روليت. مصر وقعت من براسن الأبلسة. صحيح، كان بودي أعرف مين الشخص الأمين صاحب العقل الراجح اللي هيقدر يوصل كلمتنا. في راجل غلبان ومن الدنيا كفران وساكن في حارة شق التعبان، وهو على موعد. وأنا منتظرة الموعد ده. الراجل بتاعنا اهو. سافلك يا بدر. ما ايه ما تنطوش ولا ايه؟ انت لابس كده ليه؟ تمويع عشان الانجليز. لا شفت قال كده انك تمويع عشان الانجليز. برافو برافو. عرفوه دوره ايه؟ ده ايش ده؟ هو دور ايه؟ يلا يا فندينا. دور ايه؟ يلا يا بلدينا. دور هو دور. يلا. دور ايه طيب؟ دور ايه؟ هذا عظيم. بعدين. اتفضلوا يا اساتذه بره لو سمحتوا. ايه ده ورشه خراطه دي ولا ايه؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ اقلع. ها؟ اقلع. ايه ده ايه؟ يلا اقلع عشان مفيش وقت. يعني عيب عليك مفيش وقت ايه تقلع ايه؟ ما كل ده عشان خاطر مصر وعشان خاطر ولادنا. ايه عشان خاطر ولادنا دي؟ يعني انت هتتجوزني ولا ايه؟ انا مش فاهمك يا عم، ده بيتكلم في ايه ده؟ ايه يا عم انت موزع الناس بره وجاي خد البس. ايه؟ البس. البس دول يعني. تصدق انا افتكرتك شمال. يعني ايه شمال؟ لا شمال ده هبقى فاهمالك بعدين يعني. مصر؟ نعم. مصر؟ مصر؟ انت بتوقف بجو ولا حاجة؟ مصر؟ خلاص مصر مصر. ملاكة ولا أجرة؟ لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.